يعني مش ضخم ومش كبير، في مجهود كبير جدا اتبذل، والحمد لله يعني احنا كلنا بنتفقد مع بعض المرحلة اللي احنا فيها، وبإذن الله بإذن الله قريبا جدا هيتم افتتاح هذا المكان الرائع. رسالة حضرتك يا فندم من هنا من قاهرة المعز لكل الناس اللي احنا في اعظم مكان، انا بعتبر ان احنا في اعظم مكان الحقيقة في القاهرة، من الأماكن الجميلة يعني بالكل اللي احنا شايفينه ده شيء رائع جدا، ولكن طبعا احنا يعني ان شاء الله هنسعى جاهدين جدا بان المنطقة كلها تكون يعني مرتبطة ببعض، لان طبعا في بعض الحاجات الموجودة او المنشآت الموجودة، مش عايز اقول منشآت لان هي مش منشآت بالفعل، يعني حوالين المتحف وحوالين المنطقة العظيمة دي في مجهود دلوقتي يبذل بحيث ان يحصل تطوير للمنطقه تتواكب مع الحدث كله ومع كل المنظومه الجميله اللي موجوده هنا. هل هناك خطه معينه فنش يتم استثمار هذه الاماكن العظيمه من وزاره الثقافه؟ ما فيش شك طبعا، ما هو ده اللي احنا فيه بصدده حاليا دلوقتي طبعا، وانجاز متحف نجيب اكيد اكيد طبعا، بس هو يعني هو الحدث الاول اهم اللي هو حدث متحف نجيب محفوظ اللي انتظرناه لفتره طويله، وخاصه انه بيواكب وقت عظيم بالنسبه لتاريخ نجيب محفوظ، فباذن الله ده يعني احنا منتظرين في خلال شهور بناء على يعني تصريح المقاولين العرب الباشمهندس طارق اللي اكد لنا باذن الله ان احنا يعني ان شاء الله 31 مارس ان شاء الله هيكون المكان ده بنفتتحه باذن الله.